السلام عليكم، شلونكم يا اساطير؟ اليوم جبنا لكم لعبة جديدة راح نلعبها اسمها سكراب ميكانيك. راح نجربها، راح نجرب اللعبة سويا. حابب يشوف الفيديو لزكو لا تنسون بلايك وتعليق حلو. تابعوا الفيديو. هاي عدنا لكم، وهلا راح نبلش اللعبة. فينا نلعبها مراحل، فينا نلعبها. خلينا ندخل لهون ونظبط لنا شي طيارة، نظبط لنا شي سيارة، نظبط لنا شي قصة. هاي هون الأرنة فاضية على فكرة، يعني أول مرة بنجربها. خلينا نبلش نحط. المشكلة ما بعرف فيها شي. هلا شوفي، تمام، في حديد، في كل شيء. تمام، حلو. تمام، يدلونا شلون نحط هاي، بعدين بنساوي القاعدة، بنساوي الأمور كلياتها. تمام، خلينا أول شي نجرب على هون. تمام، هلا هيك. بس هدول كيف بدنا نقيمهم؟ تمام، خلينا نروح لكان بعيد شوي، نفتح الشنتاي، نرجع نشوف لازم نجيب من هاي. تمام، بعدين نحط الأرضية. تمام، يعني زي هاي. هلا هون ما راح تشتغل، خلينا نلغيهم كلهم. هلا فهمت الشغلة. تمام، خلينا نحط 7. تمام، ونجيب خلينا نجيب حديد. في أشياء كتير كتير كتير، في أشياء. شوفوا شوف، في كتير شغلات. خلاص نحط رقم 4. نعم،
نرجع لرقم 7. 7 تمام. نرجع لرقم 4. تمام. بس كأنه هيك كبيرة، هاي يمكن صعب تطير فيها ما. عشان هيك فلا نلغي، بس نرجع رقم 9. أيوة حلو تمام. هلا فهمت نساو، شوفوا كيف. تمام فهمت الشغلة شنو نعمل. خلينا نساوي لنا شي فرضا، هنجرب شي طيارة، هنجرب هنجرب نجرب لنا شي شغلة فيها. لا لا هاي ما بد، خليها هون. هاي كمان شيلها. تمام رح نجرب نعمل سيارة صغيرة أو باص. خلاص رح نعمل باص، رح نعمل باص، رح نعمل باص. شو رأيكم نعمل باص طويل؟ هلا هيك تمام. هلا باص طويل، بس خلينا نجيب كراسي. نجيب من هدول الكراسي. خلينا بدال رقم 3، عشان مو محتاجين رقم 3. تعرفوا خلينا نجيب كمان، نجيب من هدول. تمام نسويهم يعني كلهم هيك. تمام هيك تمام. خلينا نشوف رقم 3، هاي رقم 3. تمام هيك. يعني لازم نجيب الكرسي لهون، يعني مثل هاد نشيله ونحطه هون. لا كمان نشيل هذا، نشيل هاد ونحطه هون، نشيل هاد ونحطه هون. تمام هيك نجيب واحد لهون. تمام ونجيب كرسي لهون. هاي عشان الشوفير. تمام نجيب خشب. نطلع لفوق. بدنا نحن نرفع
نرفع لفوق بس كيف بدنا نساوي بس... ايوه ننزل تمام رح نساوي هون مثل باب وهون لازم احنا نعمل واحد هيك نعمل هيك تمام كمان نرجع نعمل واحدة هون وكمان واحدة هون فوق نلغي هاي تمام خليها هيك كده تمام شو رأيكم تمام 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 هيك بس في هاي 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 لازم ايمون هلا هيك تمام لا تمام هيك لا هاي هون نسوي ده بس هيك تمام حاس حالي مو بس حاس حالي بناي حاس حاله بناي مش مو باص شو شو فيه هلا هي اولها بس اللعبة مشان لسه ما اخذنا على اللعبة او بس ناخد على اللعبة بس نعرف كل شي فيها بقى شو هاي خلينا نجرب رقم 3 ايوه بس لا لا نرجع لهون مشكلة
تمام خلص تكون خلينا مو مشكلة، ما بعرف إذا فينا نحنا نصغر ولا لا. لا ما هيك مو تمام. تمام بس يعني الشغلة المهم خلينا نرجع ونشوف شو حيصير. هلا ركب دروب هون، واحد هون، واحد هون، واحد هون، واحد هون. هو لازم الواحد يركب اثنين. تمام عدلو نشوف شو حيصير. هلا لازم نجيب لنا، هو غلط لازم، ايوه اسمه اسمه، خلينا نلغي الكراسي اللي ورا، رح نلغي هاد ونلغي هاد ونلغي هاد ونجيب الميتورات. تمام او ما بده قد شوي خلينا نلغي هذا الميتور، هو اثنين بيقدوا بزيادة. لا قد شوي تمام ناخذ من هون وهون خلص. تمام في عنا هذا الدالوب نوصله مع هذا. وات نوصله مع هذا. لا غلط غلط. غلط غلط. هاد نوصله مع هاد. تمام نجيب هاد نوصله مع هاد وهاد نوصله مع هاد. في عندي هدول كي كمان هون في داروبين بدي شوي. نشوف شو حيصير هلا، شو راح يصير هلا. هلا هذا الدروب وصل مع هذانا، هاد هون وهاد هون هون هاد هون هاد هون هون. هذا هيك تمام. تمام تمام خلينا نجرب. خلينا بس نلغي نلغي هاي رقم 9
تمام، نطلع ونجرب. ايوه هلا فهمت. تعرفوا انه نسينا نقوية، نسينا نقوي. لا لا غلط، نسينا نشغل. شو هذا عم يشفط؟ شوفوا شوفوا الدرفته. شوفوا الدرفته. استنى شوي، في غلط. في غلط على هذا، عم يدور بالعكس. هذا على كله هيك تمام. تمام هيك. حلو، كلنا مبسوطين. خلينا نجرب هلا. بس مش الحل، بس ناقصنا في هاي، لازم نوصلها مع هاي. حلو، وهاي نوصلها مع هاي. شفتوا؟ تمام. هلا بنشوف. مش كيفكم فيها اول ماكينه بنسويها لحن. وقف، تعال نشوف الدرفته كيفكم فيها. روح يا حبيبي، روح روح. شو رأيكم فيها؟ إذا عجبتكم حطوا لنا لايك واكتبوا لنا بالتعليق. شوف شو الفكرة عم تمشي هي. شفتوا كيف؟ شوفوا شوفوا التشفيط، شوفوا التشفيط، شوفوا الدرفتة فيها. شفتوا عم بيحتروا الدولة. عيال هذا هو الفيديو اللي كان معنا اليوم يا اساطير. هذا هو الفيديو اللي كان معنا، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسونا بلايك وتعليق، ان شاء الله اكتبوا لي شو حابين نعمل، طياره شو قصه اكتبوا لنا. يعني لسه نحن اول بدايات، نتعلم اللعبه بس، قواعد اللعبه اول شيء، بعدين بنصير
مخترعين يعني لآخر درجة. وهلا بنشوفكم بخير وتضلوا بخير. السلام عليكم، لا تنسونا لايك.